شفتم المقاطع في اليوتيوب، شفتم المقاطع في الانترنت، كاميرات المراقبة أو الكاميرات الناقلة للبث المباشر تنقل لنا لحظات كيف يموت اللاعب وهو يلعب، كيف يموت الساجد وهو ساجد، كيف تموت المرأة وهي تغني، كيف يموت الإنسان وهو يطعن في دين الله، يتكلم في حوار على دين الله، يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام وهو يموت، كيف يموت الرجل وهو يعاكس بنات الناس. صور فيديوهات حقيقية تبين لنا الإنسان وهو يسرق في بيت الله، يموت وهو يموت ويسرق، أعوذ بالله من سوء الخاتمة. ثم يأتي الموت بغتة من دون استئذان ومن دون إشعار ولا إعذار. والله لن يأتيك إشعار من الله ولو بدقيقة واحدة أنك ستموت. تعرف أن آخر العمر ليس كما تتصورون، آخر العمر ليس هو السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، ما هوش في السن التسعين. آخر العمر يقدر يكون وانت في عمرك 20 سنة، آخر العمر يقدر يكون بعد هذه اللحظة أو في هذه اللحظة هو آخر عمرك. كيف ستموت؟ ما هوش السبب تموت بالمرض ولا بحادث مرور ولا هذيك خطياتك أنت، هذيك خطياتك، نسأل الله يديم علينا وعليك العافية، هذيك خطياتك مش تاعك هذيك. كيف ستموت؟ هل تموت ساجدا أم خامرا؟ هل ستموت وأنت تعاكس البنات؟ هل ستموت وأنت تبيع في المخدرات؟ هل ستموت وأنت تسرق؟ هل تموت وأنت على المنصة تغني؟ هل تموت وأنت ترقص؟ هل تموت وأنت تسمع الغناء؟ هل تموت وأنت تدخن؟ هل تموت على طاولة الخمر؟ أم تموت مثل الصالحين، تموت على منبر، تموت ساجدا، تموت وأنت تطوف، تموت في يوم عرفة، تموت وأنت صائم، تموت وأنت في يدك المصحف تقرأ، تموت وأنت في حلقة ذكر؟ كيف ستموت؟ هذا الذي تعمل أنت عليه، هذا اللي قال لك ربي فيه، خرج لك واحد النصيب وقال لك كاين حاجة في الموت وهي أحوال الموت، متى وأين ما تدخلش روحك. كيف ستموت؟ دخل روحك. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربي قال لنا، قال لنا الحالة اللي لازم تموت عليها أنك تموت مسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا بكى؟ قدامه موعظة، أمامه ماذا؟ أمامه قبر، لذلك يبكي. هل نبكي نحن لما نرى القبر؟ بكى النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بكى لما رأى القبر، وكان يقول ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منها. القبر تقدر أنت تدير صورة تاع قبر تحطها كادر هكذا إشباح في بيتك؟ ما تقدرش، منظر فظيع. لو تحط أنت الأرائك والأثاث التي تسوى مئات الملايين أمامك وتحط قدامها قبر، الصورة تاع قبر في البيت في الصالون، تخسر لك كم الأثاث، لأنها هادم اللذات، لأنها شيء يدل على مصير محتوم نحن نريده سرعان ما نريد أن نتغافل عنه. ماذا بينا واحد ما يذكرناش، رانا عندنا مشاريع في الحياة، عندنا لذات رانا نعيشوها، ولذلك لا نريد أن يذكرنا أحد بالقبر. ماذا بينا واحد يورينا حاجة يتفرحنا في الحياة برك. وهذا هو الخطأ الذي نحن واقعون فيه. والله ذكر القبر غير هو اللي يزين لك الحياة، هو اللي يخليك تمشي خطوات طيبة إلى الله. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام بكى حتى بل الثرى. وش معناتها حتى بل الثرى؟ معناتها الدموع كانوا بزاف دموع، حتى شمخوا التراب شمخ، لأنهم عارفين أن هذا المنزل هذا هو أول منازل الآخرة. ولذلك عثمان يقف على القبر، عثمان بن عفان، رجل تستحي منه الملائكة، يقف على شاف القبر ويبكي بكاء حتى يبل لحيته ويبل الثرى، ويقال له أتذكر الجنة والنار ولا تبكي وتذكر القبر وتبكي؟ فيقول القبر أول منازل الآخرة، القبر هو الأول، إما حفرة من حفر النار وإما روضة من رياض الجنة. القبر هو بداية النهاية الحقيقية، إن بدأت بها خيرا فإنك ستلقى خيرا. ولذلك نحن عندنا حياة الأولى والحياة الثانية، عندنا حياة مزيفة، دار الغرور، حياة مهما مشات تنتهي، لذاتها منقطعة، فائتة، مارة، لا تبقى على حال، منغص الحياة هذه. هذه الحياة عنوانك فيها هي نهايتك، حسن خاتمة أو سوء خاتمة. وأما الحياة الآخرة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، لا هي الدار الآخرة، دار الآخرة لا هي الحياة الحقيقية. هذا ايش معناتها الحيوان؟ ربي يقولنا يا وي الدار هذه اللي كم عايشين فيها ماشي هذه هي الدار الحقيقية. الدار الحقيقية
هي الدار الآخرة. ولذلك في الدار الآخرة دائما كي نقراو الجنة والنار واش نقراو موراها؟ خالدين فيها أبدا. علاه يقولها ربي هذه؟ عباك يقولها هكذاك برك وخلاص، زيادة وخلاص. يقولها من أجل القافية، يقولها ربي سبحانه وتعالى باش يركز فينا ويرسخ فينا باللي راكم حابين الدار اللي ما تخلصش. يا الناس اللي تربيتوا على الحرص وجبلتم على الحرص وتحبوا الحاجة كي تكسبوها ما تخلص لكمش، أرواحوا للحياة الأخرى التي هي الدار الآخرة اللي قال فيها رب العالمين خالدين فيها أبدا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، خالدين فيها دائما، خالدين فيها لا تنتهي، ما عندهاش نهاية. من أجلها أن تعمل، هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية. أما الدنيا ما فيها شيء. ولذلك عثمان يبكي لماذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يبكي لماذا؟ أبو بكر بكى لماذا؟ عمر بكى لماذا؟ لماذا بكوا؟ عارفين أن بداية التوفيق تما تبدأ، يا موفق في نعيم وإما مخذول في جحيم، نسأل الله العافية والسلام.